السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن كانيزارو رياكشن. كانيزارو رياكشن هو تفاعل أكسدة واختزال بيتم ما بين اتنين جزيء من الألديهيد في وجود سترونج بيز ليكون الحمض والكحول. وبيتم عن طريق هو تفاعل بيتم بين المركبات الأروماتية والمركبات الأليفاتية زي التيرشري بيوتايل ألديهيد في وجود الكالسيوم هيدروكسيد، فبيعطينا النيوبنتايل الكحول. ده بيتم ما بين اتنين جزيء من الألديهيد عندهم نقص في الألفا هيدروجين. ميكانيزم أوف كانيزارو رياكشن، الميكانيزم بتاع كانيزارو هو تفاعل. الميكانيزم بيبدا عن طريق اتنين جزيء تفاعل اتنين جزيء من البنزالديهيد. الخطوه الاولى تسمى النيوكليفيليك اتاك عن طريق ان السترونج نيوكليفيل زي الهيدروكسيد بتهاجم الجزيء الاول من البنزالديهيد. ثم الخطوه الثانيه بيحصل هيدرايد ترانسفير ما بين الهيدروكسي الكوكسيد وما بين الجزيء الثاني للالديهيد، تمام. اما الخطوه رقم 3 فهي الخطوه البروتون ترانسفير، بيتم الانتقال البروتون الهيدروجين بروتون من مجموعه الهيدروكسيل الى ذره الاكسجين الموجوده في الجزيء الثاني من الالديهيد علشان يتكون معانا البوتاسيوم بنزويت او الصوديوم بنزويت او الملح البنزويت بصفه عامه زائد البنزايل الكحول. وفي وجود الماء والسولفنت بيتكون البنزويت سولت والبنزايل الكحول. ننتقل الى استخدامات uses of the كانيزارو رياكشن في الاندستريال امبورتنت. كانيزارو رياكشن بيستخدم في تصنيع البنتا اريزرايت فروم اسيتالدهيد، وبيستخدم ايضا في تصنيع البوليولات من الاسيتالدهيد.